قالت الدوريات الخارجية إن الطريق الصحراوي يشهد حركة نشطة للرياح أدت إلى إثارة الغبار بشكل كثيف في مناطق مختلفة من الطريق، حيث دعت الدوريات الخارجية إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على الطريق الصحراوي وتحويلاته والالتزام التام بكافة الإرشادات المرفقة بهذا الخصوص. للاطلاع أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة الدوريات الخارجية العميد محمد الصوافطة. العميد محمد، أهلا بك، كيف هي حالة الطرق في المملكة الآن؟ أسعد الله مساءكم. يعني من الطرق الخارجية، الطرق الضبط بين محافظات المملكة، جميع الطرق سالكة حقيقة باستثناء الطريق الواصل وهو طريق فرعي بين مثلث الحي وحتى مدينة الكرك، محطة الكرك على طريق الغلق بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية. أيضا بنحب ننوه للأخوة سائقي سيارات الشحن بضرورة ربط أو جنازير أو الأقفال المثبتة على سطح المركبة بالحاويات خوفا او تحسبا للتطاير هذا نتيجه الرياح. باقي اختصاصات او باقي اختصاصا من الطرق الخارجيه في شمال المملكه ووسط المملكه تشهد تساقط كثيف للامطار، وما تبلغنا عن اي حوادث سوى حادث على جسر النعيمه او بالقرب من جسر النعيمه والطريق الواصل ما بين محافظه العاصمه ومحافظه اربد. نفج عن مصد 6 اصابات خفيفه والحمد لله، ندعو لهم بالشفاء. نعم، نشكرك جزيل الشكر العميد محمد الصوافطة، كنت معنا عبر الهاتف.